منعرف قيمة الضوء غير بالعتمة، وهلأ نحن بيوم جديد بعد هالليلة الكتير طويلة. كانت أكتر ليلة معتمة بحياتي، بس هذا الصباح حاسسته عم يقلي إنه صار فيني أرجع وبلش حياتي من أول وجديد. بس هالمرة أنا لازم أكون أقوى. اليوم في عنا كتير شغل، لازم ننظف البيت كله، ولينظف البيت بدي إياكم كلكم تتعاونوا سوا، وما بتوقع نخلص شغل قبل ما يصير المساء. وهلأ شافي اسمعيني منيح، خدي هاي وزرعية بالحوض برا. صحيح ديشا؟ غفران أخذ لي موبايلي ولساته معه لهلأ، فبدي إياكي تحكي مع ستك وتطمني على صحتها. أكيد بتكون هلأ فائت. حاضر ماما. يمكن تكون مو نايمة منيح بعد ما تركنا البيت، أكيد بدها تكون زعلانة. يا ريت فيني أمسكها، كنت كسرت لها راسها. خليني شوفها لأضربها بهاي على نص راسها. إيه شو بكي إهدي، شو صار لك حبيبتي؟ أنت رح تكسري لنا الطاولة هلأ وما رح يصير لراسها شي. ما عنا غير هالطاولة بالبيت. ليكي إذا كتير معصبة اسمعيني، جربي تعملي مساج لحدا، أكيد رح يرتاح كتير. لا بس يا أمي حاسة حالي مو مرتاحة. إيه بسيطة، هلأ منغير لك ديكور البيت. بس بدي منك شغلة، خبريني شو أكتر شي بذكرك بالبيت، أو مثلا شو بيخطر عبالك وقت تغمضي عيونك؟ البيتزا. أنا أول ما أفكر فيكي بتخيلك بالمطبخ عم تعملي لنا بيتزا ماما. وشو كمان؟ أو أنا بشوف حالي معصبة وعم صرخ عالكل، وأنتي بتيجي من وراي وبتهديني وأنا فوراً بروق. وأنا بشوف حالي ما عم نام وأنتي بتقلي لي فوراً مو مشكلة يا بنتي رجعي حاولي مرة تانية وأكيد رح تغفي. يا حبيبتي لا تفكري بالنتيجة، الفشل مانو نهاية الطريق، بس ضلي اضحكي. وبعدين بتضميني بقوم بنام بحضنك فوراً. يعني البيت تبعنا ما بنرتاح فيه بدونك يا ماما. أكيد، ولهيك ما رح نكون مبسوطين بحياتنا يا أمي إذا ما ضلينا إيد وحدة. خليكي هيك لا تتحركي، هيك بتكون طلعت الفرحة من إيدك وصارت بكل البيت. يعني إذا هلأ أحلامنا وفرحنا وحياتنا كلها صارت هون، ليش حتى ما يكون هالبيت بيتنا؟ قلولي شو ناقصنا هون؟ ستي ايه بعرف يا بنتي، نحنا كلنا رح نشتاق لها لستك، بس هاي الحالة ما رح تطول. بوعدكن انه رح جيبها لستكن تعيشوا. طلعوا لي كل الاغراض القديمة بسرعة، ما بدي شوفهم هون. هدول الاغراض كمان، ليش تاركين كل هالزبالة بقلب البيت؟ اوف، يلا كبوهم بسرعة برا. خذ معك هذا الضوء كمان. شو هاد؟ حدا شاف موبايلي وينه؟ آه؟ وينه موبايلي؟ حدا منكم شاف وين محطوط شي؟ مرحبا. ايه أعطيني إياه. مشان شو؟ شو بدك بالموبايل تبعي؟ بدك تحاكي حدا؟ يلا خبريني، يعني معقول تخبي هالشي عن رفيقتك؟ انتي رفيقتي، انتي أصل البلا كله، انتي اجيتي وخربتي كل شي بحياتنا. أعطيني الموبايل، بدي احكي هلا مع عيلتي. هاتي لشوف. اه طولي بالك، شو عم تعملي انت؟ نسيتي انك صرتي على الكرسي وما فيكي تقومي؟ ما في داعي تتحمسي لهالدرجه، هي الموبايل رح اجيب لك اياه. اصحك. لا لا رح توقعي، لك ديري بالك. اعطيني الموبايل لشوف، بدي احكي مع بنتي. لك لا. اعطيني الموبايل، بدي اطمن على بنات ابني. غطي راسي، البيت مليان غبره. وانت كمان ديشا. يا امي انا بتمنى ما نشوف جماعه هذاك البيت بوشنا كل يوم. شو بتفرق معنا؟ بالعكس انا حابه اني اشوفهم كل يوم، انا بس بدي نضل كلنا قوايا منشان لما نشوفهم بوشنا ما نتاثر بهالشوفه. أنا بعرف يا ديشا إنه النار عم تغلي جواتك،
بس أمي معها حق هالمرة. مو بس عم بغلي، أنا رح أنفجر. طيب يا بنات، قولولي شو بتعمل النار؟ عم تختبرينا؟ بس أنا هالمرة بعرف الجواب، النار بتساعدنا مشان نطبخ. أو فينا نضوي فيها بقلب العتمة. والنار بتحرق كمان، وبتحول كل شي بتحرقه لرماد. أي معكن حق، النار بتعمل كل هالشي، لهيك نحنا اللي لازم نحدد شو لازم نعمل بالنار اللي جواتنا. بقصد يا أما بنتركها تحرقنا من جوا، أو بنستعملها لنصير أقوى بكتير ولنضوي طريقنا بالعتمة. وطلعوا لهنيك على جهة اليسار، ليكو هذا هو الماضي تبعنا، شوفوا كيف خياله معتم. بس على اليمين في ضوء مستقبلنا، كل الفرح والسعادة اللي بدنا نعيشها، كل آمالنا وكل أحلامنا لازم تكون عم تضوي مثل الشمس. وهلأ أنتوا بتقرروا إذا بدكن تكملوا بالضوء ولا تضلوا عايشين بعتمة الماضي. قرروا شو بدنا نعمل. تعالي حبيبتي. يلا يلا خالتي، جبت لكم الفطور معي. أهلين، ليش عذبت حالك ابني؟ يلا حطهم هون. الشاي لساته سخن؟ ايه اكيد سخن، تفضلي. صلحت لك موبايلك كمان، وبعتت السيارة كمان على التصليح من الصبح، شغلت يومين وبتكون خالصة. يعطيك العافية، عذبتك معي. فيني اطلب منك طلب كمان؟ طلب واحد بس، لك اطلبي 10، شو ما بتطلبي مني انا جاهز اعمل. انا ما بدي منك غير طلب واحد، خبر امي انه نحن هون، بدي اياها تطمن علينا وترتاح. فورا رح روح خبرها. بس دير بالك منيح، اذا بتشوفك مهيني يمكن تعمل لك بهدله. لا تخافي خالتي، ما رح تشوفني، بعدين حتى لو شافتني انا ما بخاف منها شو ما عملت. يلا ما رح طول عليك، لا تشغلي بالك. كيف ما بده ينشغل بالي عليك، انت واحد من اولادي، دير بالك على حالك منيح. حاضر خاله. هاليوم كتير حلو، انا من الصبح متفائله، اليوم رح ننظف هذا البيت ونستقر فيه ونضل هون، ورح يضل بالنا مرتاح، ورح نبلش حياتنا من أول وجديد.